هاي، تايم سكوير ساحة معروفة كتير عالمياً، موجودة بمنهاتن بنيويورك على تقاطع شارع برودواي والجدي السبعة. اسم الساحة الأساسي كان لونج ايكر سكوير، وتغير سنة 1904 بعد انتقال مكاتب جريدة The New York Times على هالمكان. بيفرض القانون على المباني بالساحة أنه يكون عندهم حد أدنى من الإضاءة الظاهرة للحفاظ على صيت المكان يلي ارتبط بالصخب والأضواء. بيزور الساحة سنوياً حوالي 50 مليون سائح، ومن أصل كل 60 مليون شخص بيزوروا نيويورك، في 10 ملايين بيزوروا هالساحة يلي بتكون شبه خالية من المواطنين الأمريكيين. مين قال أنه 340 ألف شخص بيعبروا بالساحة مشي يومياً؟ أنا قال. شوفكم بكره.